للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور بيار عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. أرحب بك أستاذ بيار على شاشة أكسترا نيوز. يعني إذا الأمور في لبنان، الوضع يبدو أنه في تصعيد مستمر، أفق سياسي مسدود، الأمور على ما يبدو دكتور يعني يبدو أنها تعود إلى المربع الأول. حتى الآن الحكومة لم تجد مخرجا للحل، يعني برأيك ما الذي يفسر هذا العجز وأين تكمن العقدة اليوم؟ تحية لحضرتك بداية، لكل المشاهدين. عالميتنا الوضع بلبنان شديد التعقيد، لأن هنالك صراع دولي داخل هذا البلد. لبنان بلد صحيح صغير في المساحة الجغرافية، إنما فيه منظومة هائلة من الطوائف ترتبط مباشرة بالسفارات منذ قبل تاريخ نشوء الدولة اللبنانية. نحن لدينا ما يعرف أكاديميا بثقافة القناصل منذ السلطنة العثمانية وصولا حتى هذه اللحظة، وبالتالي كل طائفة عندما يكون لديها موطئ قدم لدى أي من السفارات، فبطبيعة الحال كل طائفة تستجلب الصراع الدولي بطريقة أو بأخرى، بمعزل عن أحقية ما يتم تداوله في الشارع حول عملية الفساد. لبنان فيه حالة من كلمة الفساد. دكتور بيار، يعني سنعود إلى موضوع الحديث عن البعد الدولي يعني في لبنان، ولكن يعني سألتك عن العجز، يعني لما هذا التأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن؟ ما هو علميتنا التدخل الدولي هو بطبيعة الحال يعرقل تشكيل الحكومة. أنا حاولت أن أجيب على السؤال بطريقة أوسع وأشمل، لأن لبنان لا يمكن أن يمتلك لوحده القدرة على حل حالة الأمور الداخلية. دائما هنالك مؤتمرات دولية تتحرك في الأزمة اللبنانية منذ عقود، يعني كل تاريخ لبنان هنالك دائما مؤتمر دولي يجب أن يرعى. فهيك أنا دائما ذكرت منذ بداية الأزمة، قلت إننا بحاجة اليوم إلى الرئيس فلاديمير بوتين تحديدا. لماذا؟ لأنه يتقاطع مع كل الأفرقاء، وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه القدرة على التأثير عبر الجامعة العربية لإعادة إدخال سوريا إلى مقعد الجامعة العربية، لأن سوريا هي اللاعب الأساسي في الداخل اللبناني بغض النظر عما يحصل داخل سوريا. هذا عملية الحروب وسوريا اليوم أقوى بكثير مما هي كانت منذ عقد من الزمن، وبالتالي هنالك شخصان يمكن أن يؤثران في المسرح اللبناني أو على المسرح اللبناني. الرئيس بوتين لأنه يستطيع أن ينسج علاقات مع المملكة العربية السعودية وسوريا، وبالتالي إعادة معادلة السنسين التي يهدئ الساحة، سنسين أفسد السعودية سوريا. والرئيس عبد الفتاح السيسي له علاقة متميزة مع المملكة السعودية والقيادة السورية وتحديدا الرئيس بشار الأسد، يستطيعان أن يؤثران، لأنه النفوذ الفرنسي، فرنسا حاولت أن تتبنى التسوية الرئاسية في العام 2016، لقد سقط نفوذ فرنسا مجددا كما سقط لحظة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. يعني طبعا نعرف انه باريس كانت ايضا تتحدث قبل ايام عن سعيها لعقد اجتماع دولي لانقاذ الوضع، ولكن حضرتك دكتور بيار ترى انه الطرف الروسي وايضا المصري هما يعني السبيل للحل في الازمه اللبنانيه. اريد ان اشكرك شكرا جزيلا عبر الهاتف الدكتور بيار عزار، الخبير في الشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه.